بعد ما خدنا كده راحه قصيره مع الادب والثقافه واعمال نجيب محفوظ، هنرجع تاني للكلام الجد لليوم السادس على التوالي. تستمر المناوشات والصراعات السياسيه وعلى الارض والاجتماعيه، ويعني بجد احنا في وضع لا نحصد عليه الحقيقه، واعتقد ان احنا محتاجين برضو مزيد من التحليل ومزيد من يعني نقول ايه التوقع، ولا ما فيش حاجه متوقعه، بس نشوف يعني هيحصل ايه، وهيكون من خلال ضيوف متميزين جدا. ومن ضمن هؤلاء الضيوف النهارده معانا ومنورنا الاستاذ سامح عبد الله نائب رئيس تحرير الاخبار الاهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. حضرتك يمكن نهاركم سعيد. نهاركم نهار حضرتك سعيد يا رب. يمكن زي ما الشيف ابتدى في الاول خالص، احنا النهارده اليوم السادس ولسه في استمرار مناوشات ما بين المتظاهرين وما بين افراد الجيش وما بين ومن الامن. فحضرتك شايف لحد دلوقتي ليه ما تمش حل الموقف على المتظاهرين لحد دلوقتي بعد كل ده؟ بعد كل ده انا الحقيقه شايف ان يعني ان ده مؤشر على ان الوضع في مصر، الدوله الكبرى العظيمه العملاقه المحوريه كبيره العرب، كل الكلام الجميل اللي احنا مؤمنين بيه وهو حقيقه، ولكنها تمر الان بظروف يعني غير معتاده، مش عايز اقول صعبه يعني عشان ما نضايقش نفسينا، بس ظروف غير معتاده، وان الاوضاع هشه هشه للغايه، لدرجه ان ممكن قوي شخص يعني يدفع باولاد لا مأوى لهم بيعيشوا في الشارع ويديهم فلوس زي ما سمعنا، يروحوا يعملوا لنا مشكله كبرى، والدوله ويحرقوا او يعني نتيجه التفاعلات ديت حاجات مهمه تتحرق وناس تموت ويعني يعني دوله دلوقتي بتمر بظروف صعبه، لدرجه ان حاجه بسيطه بهذا الشكل شخص قادر على انه يعمل فتنه كبرى يعني. طبعا اللي بيحصل دلوقتي ده من وجهه نظري هو عرض، يعني زي درجه الحراره المرتفعه كده عند شخص، ده مش المرض، المرض بيبقى موجود في حته تانية، ولكن التفاعلات المرض دوت او محاوله مقاومه الجسم بيخلي درجه الحراره ترتفع. المرض اللي موجود في مصر فين؟ موجود في حته تانية بعيده، وهي ان احنا نمر بمرحله انتقاليه ومحدش عارف حاجه حتى هذه اللحظه، محدش عارف شكل البرلمان هيبقى ايه، محدش عارف لما يجوا الاسلاميين هيتصرفوا ازاي، محدش عارف شكل الدستور هيبقى ازاي، محدش عارف الاقباط هيبقوا فرحانين او مبسوطين او مش مبسوطين في الفتره القادمه، محدش عارف رئيس الجمهوريه هيبقى مين وهيتصرف ازاي، محدش عارف الجيش هيبقى مستقبله ايه بعد انتهاء بعد ما يسلم السلطه للناس، محدش عارف اذا كانت ميزانيته هيبقى عليها رقابه ولا مش عليها رقابه. يعني في كثير احنا مش عارفين حاجه خالص يا فندم. نعم، في كثير من القضايا المهمه والمحوريه والجوهريه والاستراتيجيه والمصيريه والمصيريه التي لم تحسم. طب يضاف الى ذلك بقى ان في فئات داخليه وخارجيه يهمها ان الامور ما توصلش لحاله استقرار في مصر. فحط بقى كل ده على بعضه يظهر بقى كل هذه التفاعلات يعني تخلي الوضع هش جدا. كله خايف، كله بيدور على مصلحته، كله بيحسب حساباته في اطار. طب من وجهه نظر حضرتك كمحلل سياسي، ايه الحلول المفروض تتم عشان نخرج من المأزق ده؟ والله انا كنت بفكر في هذه المساله امبارح، لان انا بكتب عمودي الثلاث بالليل عشان ينزل الخميس، فهقول لكم شويه من العمود اللي هيجي ان شاء الله. سبق لينا. انا بتخيل عمال يعني ببص على الساحه السياسيه كده، شايف يعني اطراف، كل اللي موجود على الساحه طرف في قضايا من القضايا اللي احنا كنا بنجيبها بنذكرها من شويه، انتخابات، الجيش والدوله وخلافه. فبالتالي احنا محتاجين جهه ما تتولى التنسيق، جهه محايده تتولى التنسيق مع الناس ديت، مع الاطراف المختلفه، وكمان على الجهه ما يكونش ليها اهداف خاصه بقى، ما يكونش ليها اهداف خاصه ده اكيد. تمام. يعني يفترض يعني لا يكون حزب ولا يكون بالزبط. ولا يكون حكومه ولا يكون المجلس العسكري، لانه طرف في قضيه الجيش بالدوله، علاقه الجيش بالدوله طبعا. وهي قضيه بالمناسبه مهمه وحساسه ولا بد ان تنتهي بما يضمن استقرار الجيش طبعا، ونحط تحتها ثلاث خطوط ونشوف بقى ايه اللي يضمن استقرار الجيش ولازم نوافق عليه. دي ما فيهاش هزار، ده امن قومي مصر يعني. تمام. فانا اشوف جهه تقعد مع الناس دي كلها وتحاول تقرب وجهات النظر، وبتخيل ان هذه الجهه، مش هقول هي مين، انا هقولها بكره في المقاله عشان ما احرقش المقاله من دلوقتي، ولكن انا بتخيل ان الجهه دي مش لازم تتعامل مع الناس تعامل رسمي. يعني انا لو جبت ممثل الاخوان مع ممثل الكتله في اجتماع رسمي، بتاع الاخوان هيقول له انا واخد اغلبيه انت ما تتكلمش، ومعاه حق لان دي قواعد السياسه، او ما تتكلمش الا في حدود يعني مثلا. انما انا بتخيل ان لازم هذا الحوار يتم بشكل ودي
ونتجاوز انت في انهي تيار وانا في انهي تيار. احنا كلنا في مصر، انا ممكن اكسب، انا ممكن اكسب الانتخابات، ولكن المركب اللي انا كسبت قيادتها دي تغرق بيا بعد اسبوع. وده اعتقد مربط الفرس في حاجات كتيره قوي. كنا بنتكلم عن تجربه جورجيا في الاستقلال او في ثورتها اللي كانت من سنين مش كتيره قوي. كان احد يعني زملائي وكان بيعمل دوت في نايل سينما وكان بيغطي، راح جورجيا وعمل انترفيوهات مع الناس وقال لهم انتوا عملتوا ايه علشان خاطر تقدروا تنهضوا بهذه السرعه؟ فقالوا له الغلطات او مقارنات ما بين الثوره المصريه والثوره اللي هناك. ببساطه شديده جدا ان هناك الثوره كان لها قائد واحد، والقائد دوت قدر ان هو يتعامل، واول حاجه يعملها ان هو يقدر يعمل مهام معينه ونقط حيويه بعد اسبوع بالظبط من الاطاحه بالنظام الاولاني. نمره 2، وده الاهم، فكره النظام بشكل عام، ان الاطاحه براس النظام بالنسبه لبلد زي بلدنا لا تعني الاطاحه بالنظام. ومش بنتكلم على 30 سنه، بنتكلم على 60 سنة. فدي كانت مشكله ثانيه. والمشكله الثالثه ودي الاهم، فكره برضو الشرطه وعلاقه الشرطه بالشعب. هناك الاقسام شفافه، ممكن تشوف اللي بيحصل جوه، وتم اقصاء كل العناصر الفاسده اللي كانت في الشرطه. يعني هناك كان في اهداف محدده وتوقيت وجدول زمني. وخليني يا فندم اكمل على كلام شريف، يمكن اهداف ثوره 25 كانت واضحه وصريحه. هي الفكره نفسها ان احنا كنا محتاجين بس شويه قرارات ثوريه في حاجات معينه كانت ممكن تغني عن حاجات كتيره جدا جدا جدا. هل ممكن نعمل المقارنه دي ولا صعب؟ بالظبط. طيب انا عايز اقول حاجه. انا شايف الثورات بيبقى فيها قواسم مشتركه، ولكن لكل ثوره خصوصيه. أكيد. لكل دوله. يعني احنا مثلا حضرتك عايز تقضي على النظام القديم في مصر. انا شايف ان النظام ده انا وانت وحضرتك، يعني احنا جزء منه، احنا جزء منه بثقافتنا. احنا اتعلمنا حاجه معينه بقالنا 60 سنة. ما كناش احنا عمرنا 60 سنة، انا قربت يعني انتوا لسه ما كناش عمرنا 60 سنة، ولكن اتعلمنا من ابهاتنا ومن جدودنا والناس اللي هم. فاحنا عندنا ميراث ثقافي يبقي على النظام القديم. لا بس الجيل الجديد اللي ظاهر يعني في وجهة نظري فندم عايز يغير كل ده. رائع. بس لا يملك الادوات ولا يشكل اغلبيه في المجتمع. يعني احنا لازم الامور يا فندم ده 60% من المجتمع شباب، مش 60% من المجتمع شباب، 99% من اللي في ايديهم ادوات التغيير في مصر كبار. ما هو احنا عايزين بقى نقرب وجهات النظر ما بين صراع الاجيال اللي شغال ده. مطلوبي برضو اكتر مما يعني خلينا منطقيين. مين اللي بيشغلوا مناصب نائب مدير عام لغايه رئيس وزارة؟ يا فندم هو جمال عبد الناصر الرئيس السابق جمال عبد الناصر مسك البلد وعنده كام سنة؟ مسك البلد بثورة عسكرية كان عنده كام سنة؟ كان عنده حاجة و30 سنة. طيب يعني أيوة، ما احنا برضو ما ينفعش نقارن حاجات بحاجات، نشوف الظروف. احنا دلوقتي الوضع بتاع النهاردة ايه؟ وضعينا ايه وننطلق منه؟ كل المحاولات اللي كانت اتعملت يعني على مدى 10 أشهر اللي هي تقريب وجهات النظر بين شباب الثورة وبين المجلس العسكري وبين الحكومات المتعاقبة، كلها محاولات تعتبر بقت بالفشل. لأن واحد، كل اللي داخل فيها بيدخل من مصلحة شخصية، محدش شايف رؤية البلد، رؤية شاملة للبلد. ده بالطرفين ولا بس طرف واحد؟ من كل أطراف. وأنا بقول والمجلس العسكري له مصالح أيضا، ويجب أن ندرك ده، وده مش عيب. طب هي إيه مصالح المجلس العسكري؟ مصالح المجلس العسكري إنه يحافظ على استقرار الجيش، لأنه بقاله 60 سنة بيحكم نفسه بنفسه من الآخر خالص كده. بالظبط. صح. تمام؟ صح غلط أنا مش بناقش القضية دي، بس لو حضرتك بقالك 10 سنين قاعد في شقة لوحدك وبتخرج وترجع وقت ما أنت عاوز، حاجة أنا بقى تاني يوم أقول لك لا ترجع الساعة 5، مش هتقبل. ممكن تيجي تدريجيا. طب ويبقى الثمن شعب مصر؟ يبقى الثمن شعب مصر بقى يعني ولا إيه؟ الثمن لا، احنا محتاجين العقلاء، ودول مش موجودين بالمناسبه، انا مش شايفهم فين برضه. فعشان كده انا بتكلم والعقلاء وسوبرمان ويعني لا عقلاء بقى، يعني ناس تفكر في مصلحه مصر، ناس تحاول تقرب من وجهات نظر. محتاج من السياسيين يتجاوزوا شويه بس مصالحهم الشخصيه. ده صح. مصالحهم الشخصيه او مصالح احزابهم. يعني يا ايها الحزب اللي هتاخد الاغلبيه، وليكن الاخوان او غيره، انتم على راسنا من فوق، بس لازم تفهموا ان انتم مش لوحدكم في المركب، حتى لو انتم تشكلون الاغلبيه، وان راحه الاقليه مهمه. لان لو انت مريحتهم الاقليه دول، سواء كانوا اقليه سياسيه او اقليه دينيه او اقليه من انهي نوع، راحتهم مهمه عشان المركب توصل لبر الامان. وبعدين ممكن قوي حضرتك تبقى فرحان بالاغلبيه زي ما قلت، وبعد كده المركب هتقع، لانك انت مش عارف تديرها صح، لانك انت مش مدرك ان في واحد مستنيك نفسه المغرب المركب بتاعتك دي تغرق، سواء في داخل مصر او خارج مصر. يا اخوانا
في تقارير طالعه من بقى لها كام يوم، تقارير من مراكز ابحاث امريكيه محترمه كبرى يعتد بها ويستمع اليها، بتطالب بتقسيم مصر. يا فرحتي بقى لما ناخد الحزب، اخد الحكم يعني كحزب وابقى اغلبيه، وتاني يوم يقسموا لي البلاد. لا فعلا ده كلام خطير يعني. جهاد والله جهاد لا معلش انا عايز اعيد الكلام ده تاني. هل هي التقارير دي تقارير اسمها راند، دي منظمه يمينيه مركز ابحاث كبير في الولايات المتحده الامريكيه. ارجعوا لتقرير عاملاه من كام يوم او دراسه بتقول ما هو ان مصر بتطالب الاقباط في ظل الظروف الحاليه دي يعملوا دوله، والنوبه تعمل دوله. طبعا طبعا احنا مش بالبساطه دي عشان طبعا لا طبعا بس يعني هي يعني ومصر غير دول اخرى. احنا اكثر تجانسا، مفيش منطقه يعيش فيها المسيحيين. احنا كل ده عايشين، احنا كلنا شعب واحد وعايشين مع بعض يعني. تمام يعني طيب خلينا، ولكن انا بدي ده مثال على ايه؟ على الناس بتبص لنا ازاي. انت لازم تدرك دي. انا كان نفسي الناس تبص في حالها احسن ما تبص في حال غيرها بصراحه. يعني امريكا يعني بلد اللي بيقال عليها ان هي ديمقراطيه، ما لا تموت بالديمقراطيه باي صله بصراحه. يا استاذه لما اوروبا الشرقيه سقطت في بدايه التسعينات عملوا ايه؟ قسموا دول هناك. يوغوسلافيا اتقسمت، تشيكوسلوفاكيا اتقسمت. يعني طيب خلينا نتكلم. الاتحاد السوفيتي اتقسم بالظبط، وده يبقى اذا اللي انا بقوله دوت مش كلام عبيط. لا يا فندم، لا يا فندم، ده سيناريو من السيناريوهات اللي موجوده من والسودان مش متقسم. احنا عايزين نيجي للسودان بقى دلوقتي. عايزين نيجي للسودان بقى. والحقيقه يعني احنا بعيدا، احنا اكيد طبعا بطبيعه المرحله منشغلين بالشان الداخلي، ولكن لازم نشغل بالشان الخارجي ايضا. وفي خبر الحقيقه مهم اعتقد عايز اعرف راي حياتك فيه، وهو زياره امس وفد من اسرائيل قام بزياره جنوب السودان. عايز مش عارف هو وفد من جنوب اسرائيل، من اسرائيل راح جنوب السودان، ولا سيلفا كير اللي راح اسرائيل. لا راح سيلفا كير واللي راح اسرائيل مش كده. سيلفا كير راح اسرائيل لان كان الخبر ده كان موجود من يومين، توقعات بزياره بالزبط. لكن اعتقد سيلفا كير هو اللي راح هو راح اسرائيل. والله والله دي امور غير مفاجئه بالنسبه لي، رغم ان مسؤولين كبار في الحركه الشعبيه لتحرير السودان اللي هم دلوقتي بقوا يعني الحكومه كانوا موجودين في القاهره هنا، وانا قابلتهم شخصيا في قاب صحفيين، وتناقشنا في هذه القضيه مرارا وتكرارا. الا يمكن واخواننا العرب ومش اخواننا العرب، ولكن يا جماعه السياسه مصالح والمصالح في كل شيء. الدوله دي دوله صغيره ملهاش شواطئ، يعني مغلقه ملهاش موارد خالص، ما عندهاش انفراستراكشر يعني اللي هي البنيه التحتيه على الاطلاق. عندهم اوتيل يمكن او اوتيلين ومحطه كهرباء ومستشفى، يعني حاجات تمام. فهذه الدوله هي تهتم بيها يا تسيب غيرك يهتم بيها. اسرائيل اهتمت بيها من الاخر خالص. ده صحيح. تمام. طيب انا يعني هم ليهم علاقات قويه جدا بمصر، بيحبوا مصر واحنا بنحبهم. ما عندهمش المشاكل اللي مع السودان، اللي هي مع شمال السودان يعني. بالعكس موجود منهم ناس كتير هنا جدا في القاهره. انا منهم اصدقاء ليا واصحاب وزراف وحبايب ما عندهمش الحساسيات خالص. وبالتالي انا بتخيل ان احنا عندنا، وبعدين مصر ساهمت بدرجه او باخرى في 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 يعني الاحداث الاخيره في اعمال الاعمار والهناك وخلافه. هم ساعدونا كمان بعد الثوره على طول.